صباح الخير مشاهدينا. تراجع جديد في أسعار ذهب، والجنيه الذهب ينخفض 500 جنيه، بينما يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا. تفاصيل أسعار الذهب والدولار الآن من خلال تغطيتنا الاقتصادية. شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا اليوم بعد ارتفاع ملحوظ خلال الساعات الماضية، متأثرة بتراجع سعر الأوقية إلى 2397 دولارا للأوقية، فيما سجلت أعلى سعر يوم الخميس 18 من يوليو الجاري وهو 2481 دولارا للأوقية الواحدة. وعود عيار 18 الهبوط اليوم إلى أقل من 2800 جنيه مجددا بعد أن سجل أعلى سعر له والذي اقترب من 2850 جنيها، ويظل متراجعا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بنهاية يناير الماضي والذي وصل خلالها إلى حوالي 3500 جنيه. وهبط سعر عيار 21 بمحلات الصاغة اليوم إلى 3255 جنيها، وحاليا يكون متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة وصل إليها في نهاية يناير الماضي حيث وصل حينها إلى 4050 جنيها بدون مصنعية. وجاء سعر عيار 24 اليوم في مصر حوالي 3731 جنيها للشراء، بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 اليوم 2176 جنيها للشراء. وعن سعر الجنيه ذا فقد تحرك ليبدأ من حوالي 26120 جنيها للشراء بعد 26640 جنيها للشراء بفارق 500 جنيه، فيما سجل 30 و32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير 2024. وبلغ سعر الجنيه من عيار 24 اليوم 26120 جنيها للشراء و26040 جنيها للبيع. وتعتبر هذه الأسعار بدون إضافة سعر المصنعية، وسعر المصنعية يتم إضافته على سعر الجرام، ويتغير من تاجر إلى آخر حسب شكل المشغولات وكيفية صناعتها والمواد المضافة لها. وفي الغالب يكون سعر المصنعية وضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170 إلى 200 جنيه، والمستعمل تكون مصنعيته بدءا من 35 جنيها. أما الآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم مستجدات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري. وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 3 قروش، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 48 جنيها و27 قرشا للشراء و48 جنيها و41 قرشا للبيع، مقارنة ب48 جنيها و39 قرشا بختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 3 قروش. وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة حوالي 48 جنيها و27 قرشا للشراء و48 جنيها و37 قرشا للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك حوالي 48 جنيها و25 قرشا للشراء و48 جنيها و35 قرشا للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 48 جنيها و28 قرشا للشراء و48 جنيها و38 قرشا للبيع في بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي والاستثمار العربي والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي وبنك مصر، وأيضا في بنوك أبو ظبي التجاري والشركة المصرفية الدولية وكريدي أجريكال والإسكندرية والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي. وجاء سعر الدولار اليوم في بنوك أيضا المصري لتنمية الصادرات والأهلي المتحد و HSBC حوالي 48 جنيا و30 قرشا للشراء و48 جنيا و40 قرشا للبيع، بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك قناة السويس والعربي الإفريقي الدولي والتنمية الصناعية
حوالي 48 جنيها و29 قرشا للشراء و48 جنيها و39 قرشا للبيع. وكان قد تم الإعلان عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يونيو الماضي بمقدار 260 مليون دولار على الأقل على أساس شهري، مسجلاً 46 مليار و400 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر. مشاهدينا، نصل إلى هنا إلى ختام تغطياتنا الاقتصادية. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم، إلى اللقاء.